هنشوف الجميع في المشهد، واحنا بنشكر الجميع دايما لان احنا ما بنحبش حد يساندنا في حاجة مش من حقنا زي أندية أخرى. بس كمان النادي الأهلي يا أسامة كان ليه حق في حاجة تانية خالص، وتساؤل ممكن يجي عند المشاهد البسيط. يعني النادي الأهلي بيطرح وبيروج دايما لأنه في تأجيل مباراة الوداد والرجاء، تأجيل مباراة نصف النهائي نتيجة جائحة كورونا اللي كانت في المغرب، النادي الأهلي وافق. بس النادي الأهلي في مباراة المصري ما كانش موافق على التأجيل. هنشرح ونوضح المغالطة دي بس بعد ما نشوف الأول الفيديو بتاع كابتن خالد الغندور. حصل اجتماع بالفيديو كونفرنس ده ولا معرفش ايه ما بين الخطيب مرتضى، انا بحفظ الالقاب يعني، كابتن محمود الخطيب مستشار مرتضى رئيس نادي بيراميدز الاستاذ سالم الشمسي، ورئيس نادي الوداد ورئيس نادي الرجاء، الخمسه. طبعا المغرب مش عايزه تلعب ومصر عايزين يلعبوا. مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قال لك لا، كورونا منتشره واحنا بنلعب في الدوري وبتاع نلعب تمام. والكابتن محمود الخطيب المنافس بتاعه عنده 15 لاعب مصاب، مصلحه النادي الاهلي انه يلعب تمام. انا مالي مصلحه النادي الاهلي انه يلعب. كابتن محمود الخطيب دخل على الاجتماع وقال لهم انا موافق مع فرقه المغرب، انا موافق، ده شيء انساني وانا موافق على التاجيل. اعتقد بعد نتيجه مباراه الذهاب والاياب امام الوداد عرفنا كويس قوي هل حد محتاج يكلم كابتن محمود الخطيب عن مصلحه النادي الاهلي. اكيد شفنا مصلحه النادي الاهلي كانت في ايه، ده رقم واحد. رقم اتنين واللي مهم جدا، لو هنتكلم عن التناقض، فريق كان رافض عودة النشاط الرياضي إلى أن يتم اختراع مصل، الفريق الوحيد في العالم اللي قال أنا عايز مصل عشان أرجع ألعب، وتصريحات موثقة، هو نفس الفريق اللي رفض أن بطولة إفريقيا نصف النهائي يتأجل عشان الكورونا. هتيجي تقول طب ما أنت كأهلي كنت عايز النشاط يستأنف بس وافقت على التأجيل. أيوة زي ما أنت سمعت، النشاط يستأنف، دي كانت فكرة النادي الأهلي، عدم إلغاء البطولة. واللي حصل في إفريقيا ما كانش ليه أي علاقة بإلغاء البطولة، كان ليه علاقة بتأجيل مباريات. عشان هنا لو في تناقض مش هيبقى أبدا يا أحمد في موقف النادي الأهلي، إنما هيكون في موقف تاني. بص، هو موقف النادي الأهلي وقتها بعض الانتقادات خرجت إن إزاي النادي الأهلي يأجل وهو المستفيد، حتى انتقادات من مسؤولين في نادي الزمالك كانوا بيتكلموا إن النادي الأهلي وهو مستفيد من وجود الوداد أو حالات الكورونا عند الوداد إزاي بيطلب تأجيل، لأن النادي الأهلي هو بالفعل بقى مش هنا مفيش ادعاء. زي ما حضراتكم شايفين المشرف العام على قطاع الكورة في نادي الزمالك فوجئنا بموافقة الأهلي على تأجيل دوري الأبطال ومن مصلحته مواجهة الوداد الآن. طبعا بيخافوا على مصلحتنا قوي. لا لا، هو بيتكلم في مصلحة إن الفريق مصاب وفريق الوداد مصاب، ولو النادي الأهلي وقتها لو لعب هيتقال النادي الاهلي شفته بيلعب وبيستغل الفرص، طب لو ما لعبش يبقى النادي الاهلي مش عارف مصلحته ومجلس اداره النادي الاهلي مش عارف مصلحه النادي. وكل ده طبعا انت على اي حال هيتم الانتقاد، والموقف اللي هتاخده هياخده الموقف المضاد، لكن في النهايه النادي الاهلي بالفعل نادي الروح الرياضيه دون ادعاء، دون ادعاء انا خدت قرار بالتاجيل خلاص، ما بروحش بقى اصل اديني شرط، لا اصل اجل لي ده، لا اعمل لي ده، خلاص قرار بالتاجيل خلاص، خدوا القرار بالتأجيل. ده موقف النادي الأهلي. ومع ذلك ومن وجهة نظر الشخصية أعتقد يعني إن الكاف لو كان هياخد قرار التأجيل كان هياخده، حتى لو النادي الأهلي كان رفض، حتى لو نادي الزمالك كان رفض، بدليل إن في أندية رفضت وطبعا أندية في الكونفدرالية رفضت، ومع ذلك قرار التأجيل تم. ولكن في النهاية أنت هنا كنادي أهلي وضحت موقفك ولعبت في ظروف مناسبة للطرفين وعدالة مناسبة للطرفين وقدرت تفوز ذهابا ايابا. هو ده النادي الاهلي اللي مواقفه واضحه دون ادعاء. لكن تبدا تقارن تقول ازاي النادي الاهلي بيوافق على التاجيل مباراه الوداد وما بيوافقش على التاجيل لمباراه المصري البورسعيدي، هنا بقى بنجيب رجل القش. ايه رجل القش؟ تخترع حاجه في ذهنك وتبدا تعيش عليها ان النادي الاهلي رفض تاجيل مباراته مع المصري، برغم ان الامر لا يخص النادي الاهلي
لا من قريب ولا من بعيد. أزمة النادي المصري كانت مع اتحاد الكرة، وأعتقد وقتها كان في بعض الآراء المتضاربة حتى داخل المسؤولين داخل النادي المصري. صحيح. كابتن طارق العشري والكابتن عبد الظاهر السقا، وأنا ما عنديش بيانات بالحالات، لا ده أنا عندي، لا ما بعتها ليش. وفي النهاية حصل أزمة كلها واضحة، مش عايزين مش بصدد الكلام فيها. لكن القصة باختصار أن النادي المصري لما كان عنده حالات إصابة اتأجل له مباريات، وصدر بيانات طبعا اتحاد الكرة اتأجل له مباراة حرس الحدود، ثم لعب مباريات أخرى، لان كان في خطا في فكره ان انت تاخد بقى العينات. فالنادي المصري اعلن ان هم 11، اتحاد الكره قال 5. كل ده الكلام دار في اتحاد الكره، واحنا مش كلامنا، مش موضوعنا. مفيش عرض اتعرض على النادي الاهلي انت قابل تلعب مباراه المصري ولا لا، عشان ما تخترعوش اكذوبه رجل القش، لان مش موجوده. لكن اللي حصل ايه؟ اللي حصل هيقوله طبعا معانا الكابتن وليد العطار او الاستاذ وليد العطار، تصريح مهم جدا يوضح الواقع اللي حصلت بين النادي المصري والاتحاد المصري لكرة القدم. نسمع التصريح عشان نوضح الأمور. اللعيبة ما انتظرتش أو الإداريين ما انتظروش لحد ما الناس تاخد حاجتها وترجع تراجعها كويس مع دكاترتهم ونبعت لهم التقرير مظبوط. اللي قال 11 لعيب إيجابي و8 لعيبة إيجابيين، يعني هم، انا اسف، هم ناس من النادي المصري من الفريق. طبعا وارد ان هم غلطوا، لان التقرير طلع ان كل اللي عملوا الرابيد تيست كان سلبي. ال20 كان كلهم سلبي. يعني النتائج وصلت لكابتن طارق واحنا بنتكلم في التليفون، يعني اللي انا قلته صح. وصل ان النتائج كانت موجوده في النادي المصري. صح، مش انا اللي باعتها. الخمسه اللي هم منهم الحارس، دي مداخلة شهيرة جدا وموجودة وتقدروا تسمعوها بالكامل. صراع بين الكابتن طارق العشري المدير الفني وقتها للنادي المصري البورسعيدي والأستاذ وليد العطار، وقال أنا ما وصلنيش حاجة. الأستاذ وليد العطار على الهوا قال له البيانات وصلت للمدير الفني ووصلت للكابتن عبد الظاهر السقم بدري، والحالات هم 5 فقط لا غير، وبالتالي يحق للنادي المصري يلعب المباراة. دور النادي الأهلي فين؟ مش موجود، ملوش دخل بالقصة. هل كمان يا احمد في الوداد الكاف عمل ايه؟ اجتمع مع الاربع انديه، الاهلي، الزمالك، الرجاء، الوداد، وطرح الموضوع للمناقشه. ده ما حصلش في سيناريو الاهلي والمصري خالص. ليه؟ لان الاهلي شاف الاتي: نعرض الجدول. الاسماعيلي كانت مباراته مع المصري يوم 14/8، بالتالي حبينا نشوف الموقف. هل الاسماعيلي تضامن؟ لا، الاسماعيلي راح الملعب وانتظر النادي المصري، والمصري كان بيقول قبلها انا مش هروح وما راحش، والمباراه اتحسبت انسحاب. ومع ذلك المباراه اللي بعدها في 22/8 المقصه امام المصري. هل برضو المقصه خد قرار فردي بعكس النادي الاهلي وقال انا مش هلعب؟ برضو لا، المقصه والمصري اقيمت يوم 22/8. برضو نادي مصر في يوم 26/8 قبل مباراة النادي الأهلي تقريبا بيومين، فرق يومين بس، لعب نادي مصر مع النادي المصري 3 أيام. يجي بقى يوم 29/8 كان مباراة الأهلي والمصري 3 أيام. كان مباراة الأهلي والمصري، الأهلي لعب في السياق الطبيعي وفقا لاتحاد الكرة اللي طلع بيان وطلع قرارات على النادي المصري واعتبره منسحب في مباراة الإسماعيلي. يعني حتى ما كانش في مجال للنادي الأهلي أنه هو يحاول يتصرف تصرف فردي، لأن لما المصري نفسه المعني بالأمر ما راحش مباراة الإسماعيلي طبق عليه قرار الانسحاب، وانت عندي 3 مباريات اتلعبت قبلي. فأي سياق هيخلي النادي الأهلي يجي كموقف فردي محدش طلب فيه رأيه يطلع يقول أنا مش لاعب المباراة دي عشان لاعبي النادي المصري مصابين؟ أي عقل يقول كده؟ أي إنسان عاقل يشوف تناقض في ده؟ طبعا الموضوع ما كانش فيه اي تناقض. وكمان النقطة المهمة ان الاتحاد المصري لم يدعو اي احد للمناقشة، فالنادي الاهلي خد موقف مغاير. رجل القش، بس عشان ناكد على الموضوع، مباراة الاسماعيلي والمصري احنا مش بصدد دراستها ولا القرارات اللي طلعت من اتحاد الكرة وما تراجع فيها، لان ده موضوع يخص ناديين. واعتقد كانت في ازمة في فكرة كورونا، لا 11 لا 9، ده مش موضوع ما يخصش النادي الاهلي، عشان بس احنا بنتكلم عن موقف الاهلي والمصري يا فارس. اعتقد بنكون قفلنا النقطه دي. موقف الاهلي والمصري والوداد والنادي الاهلي ابدا لم يكن متناقض، التناقض فقط في عقول تفسيرات البعض وفقا لرؤيتهم المحدوده جدا.